أنا محتاجة فلوس ودي إنك تسلفني. علي بيسافر؟ إيه. الحين هذا ما حقل ولا استحى، هالخسيس هذا وأنا مكلمة عن سفرياته وعن دشارته وصلت إنك تسلفين له عشان يروح يسافر وشربت؟ والله يا أخوي أنا ما ودي أتسلف ولا نحط بهذا الوضع، بس والله يهديه يضغط علي. يضغط عليك هي بفلوس؟ إيه. لا هذا ما ينسكت عليه، هذا ما ينسكت عليه، أنا بروح أتفاهم معه. لا تكفر، لا تقول ولا كلمة ولا كلمة.